من هم الأشقياء من حملة القرآن وكيف يكون عملهم؟ الأشقياء من حملة القرآن هم الذين لا يعملون به، يقرؤونه ولا يعملون به، هؤلاء هم الأشقياء. قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لم حشرتني أعمى قد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيت وكذلك اليوم تنسى. قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عند هذه الآية: تكفل الله تعالى لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. الذي يقرأ القرآن ويعمل به هذا لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، وأما الذي يقرأ القرآن ولا يعمل به فهذا هو الذي عليه الوعيد الشديد، وهو الشقي والعياذ بالله.